السيدات والآنسات والسادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة الرياضيات مع الأستاذ عز الدين الزاوية. في هذه الحلقة سنرى النشر والتعميل والمتطابقات الهامة. في هذه الحلقة بالذات سنرى النشر والتعميل، سنرى كيف ننشر جداء عدد في مجموع X Y وزاد أعداد صحيحة نسبية، بمعنى أعداد لا تحتمل الفاصلة وهي نسبية، بمعنى أن تكون موجبة وسليمة. إذا لنشر هذا الجداء X عامل لـ Y زائد زاد، سنزيل الأقواس ونكتب كما هو X في Y، يعني X في Y زائد علامة الجمع التي عندنا هنا، نكتبها X في زاد. X في زاد هنا المكتوب عملية العلامة الضرب، لأننا نتعامل مع حروف وهذه الحروف تمثل أعدادا. جميع الأعداد X و Y و Z يمكن أن يمثلوا جميع الأعداد على شرط أن تكون صحيحة نسبية كما قلنا. لا نحدد الأعداد، يعني نتكلم في العموم. ثم سنرى مثالا يوضح هذا النشر. 8 في بين قوسين 7 زائد 5 تساوي 8 في 7، 8 في 7 ونزيل الأقوات، 8 في 7 زائد 8 في 5. 8 في 7 تعطينا 56 زائد 8 في 5 تعطينا 40. 56 زائد 40 تساوي 96، كذلك 7 في 7 زائد 5 تساوي 12 في 8 تساوي 96. هنا الحساب لا نقصد الحساب، وإنما نقصد عملية النشر، كيف ننشر. ننتقل من الضرب جداء في مجموع وننشره، هذه التقنية التي يجب أن نتعلمها. إلى هنا سيدتي وسادتي تنتهي هذه الحصة، شكرا لكم على حسن الانتباه والمشاهدة. شاركوا معي في هذه القناة حتى يصلكم الجديد والأفضل باستمرار، وأضرب لكم موعدا مع درس جديد، نشر والتعميل، نشر جداء في فرق. إلى اللقاء، والسلام عليكم.